الواي الموضوع اللي هو اسمه ايه دلوقتي، وايت بلاد سيل خدنا الواي بلاد سيل تمام، خدنا ايه المره اللي فاتت؟ خدنا الاجرانيولوسايتوزس والسايكليك نيتروبينيا و مالتيبل مايلوما. خدنا لوكيميا كمان. خدنا في السكشن. ايوه في السكشن. في السكشن خدنا في السكشن. هنتكلم بقى النهارده عن انفكشن سمول نيوكليوس اللي هو ده بقى نفس الشيء، او الكيسنج ديزيز. فاكره الكيسنج ديزيز سكشن. طيب الكيسنج ديزيز ده من اسمه كده، او جلانتي ديزيز ده معناه ان في ايه؟ في فيبر، وبيبقى المود اوف ترانسميشن عن طريق الكونتاكت للسلايفا. يقول لك ان المرض ده بيجي في الكولج كومبسس، الناس اللي هم اليوم ادلتس الطلبه والنيرسز والفيزيشنز والدكتورز والكلام ده، ايه ان يحصل كونتاكت بايه؟ بالصلايبة، سواء بالكيسنج او سواء ان انت كونتاكت وانت في الايه؟ في العياده كدنتست مع البيشنت. خلاص؟ فاكيد لما تبقى ان شاء الله كده دكتور محترم فنخلي بالنا ايه من الموضوع ده في الايه؟ في العياده، وتبقى تستنبط ان شاء الله. ماشي؟ طيب ايه اللي مسبب الانفكشس مونيكلوز؟ مين الفيروس اللي مسببه؟ مش لاينبار فيروس. طيب مش لاينبار فيروس ده هو ليه سترينز كتير، منهم يعمل حاجه اسمها هيلي كومبليكيشن صح، وممكن يعمل ليمفومز، وممكن يعمل انفكشس مونيكلوز. يعتمد على ايه بقى الموضوع ده؟ يعتمد الحاجه اللي هو راح عليها السترين بتاعه، ويعتمد على الاميونيتي بتاع ايه البيشنت. خلاص، ويعتمد ان الفيروس ده عمل ريسايدنج فين، قاعد فين. طيب ايه الانفكشن كونتروز ده؟ عرفنا ان هو هيحصل له ايه؟ كونتامينيشن بالسلايفا، وهيخش ايه؟ الاورو فارس، هيعمل لي ايه؟ شويه انفلاميشن زي اعراض ايه؟ البرد كده، والتهاب في الزور، وفيبر، وماليز صح؟ طيب ايه الباثوجينيسيس اللي هتحصل بالانفكشن مونيكيوزز دي؟ اول حاجه الانفكشن فيروس ده لما يجي يبقى contaminated بدروبلت من سلايفا، هيروح رايح على الاوروفيركس، بعد كده يروح رايح قاعد فين؟ في البي لينفوسايت. يعمل ايه؟ يبقى كامل كده ويروح يقعد في البي لينفوسايت. طيب هيعمل ايه في البي لينفوسايت دي؟ البي لينفوسايت دي اللي بتطلع لنا ايه؟ بلازما سيلز، بتطلع الانتي بوديز. انتي بوديز بتطلع انتي بوديز عشان تطلع ايه؟ انتي بوديز. فيبر وهيدج ومانيك سورس روت، وعنده الليمفوديناتي تمام. عنده لان احنا مشكله فين؟ في البي والتي لينفوسايتس اللي هم اصلا موجودين فين؟ في الليمف نودز. موست كومن فين؟ في الديب سيرفايكل، لانها ريجنال ليمفوديناتي. الراجل ده عنده مشكله في الجزء بتاع الاوروفيركس ده، فمن الطبيعي ان الجزء بتاع السيرفايكل ده بتاع الليمف نودز هو اللي بقى عنده ليمف ادينوبي. طيب الاورال مانيفستيشن غير ان هو عنده سور ثروت، بيبقى عنده اكسوديت على التوزن، يفتكروه ان هو عنده بكتيريال انفكشن، يفتكروه يفضلوا يدوله ايه؟ مضادات حيويه لحد ايه؟ ما الاميونيتي بتاعته تبوظ خالص، والفيرال ايه انفكشن عمال يزيد. فبتلخبط بينه وبين بكتيريال تونسلايتس، بنتلخبط بين منه برضه بين الدفتيريا تمام. بس عشان لازم اشخص ازاي؟ عن طريق ان انا كلينيكال هيستوري، كلينيكال اكزاميشن، ولاب انفستيجيشن.
خلاص ما ينفعش انت توريني صوره كده تقول لي يا دكتوره هو ده ايه. لا ما ينفعش اقول لك ده ايه، لازم اعرف سن العيان قد ايه، ايه البيئه المحيطه اللي معاه، الكلينيكال فيتشرز اخبارها ايه، وفي الاخر خالص اعمل ايه دايجنوستيك ايه ان انا اعمل سواء لاب انفستيجيشن او بايوبسي او اكس راي. تمام. طيب سور ثروت وخلاص قلنا في اكسوديت على التونسل، بعد كده في حاجه في تيكيا وكايموسس على السوفت بين الجنكشن بين السوفت والهارد باك. جت من ايه التيكيا؟ الراجل بيصاحب ليه المرض ده بيصاحب ليه سبلينوميجالي. سبلينوميجالي احنا عارفين سبلينوميجالي دي مين اللي بيكسر البليتلت؟ السبلين. لما بيحصل سبلينوميجالي فبتبتدي بتكسر بسرعه من الاعلى برضه ممكن يحصل له ايه شويه بليدنج بتبان عند الجنكشن بين الهارد والسوفت. تمام. اخر حاجه خالص اللي هي فارينجيال ايديما، العيان ده بيحصل له لارينجيال سوري ايديما. الارينجيال ايديما دي انا اتخلص منها ازاي؟ لان ممكن تبقى لايف ثريتنينج، ممكن عيان يتخنق اعمل ايه؟ مضطر في الحاله انت انفلاماتوري انفكشن دي الكورتيزون كورتيكوستيرويدز ليه كانتي انفلاماتوري. تمام. ان هو توتال انتي انفلاماتوري فيقلل لي شويه الايديما اللي موجوده. يبقى العيانين ان انا كونترا انديكيشن ان انا ادي عيان كورتيكوستيرويد وهو عنده فايرال انفكشن، عشان الراجل اللي عنده فايرال انفكشن ده مات الميونيتي اصلا ده قليله والكورتيكوسترويد ميونو سبريسيف صح. لكن الحالات الحرجه اللي اضطر ان انا ادي كورتيكوسترويد مع انه عنده فايرال انفكشن منهم الانفكشن اليوكلس انفكشن كونكتيوسس ومنهم لايكن عشان اتفادى البوست هيرباتيك نيوراجيا. البوست هيرباتيك نيوراجيا دي بتاعت العيان بتاعت الهربس زوستر دي كان ممكن يؤدي الى سويسايدال اتاكس. تمام. يبقى انا بديه في حالتين من الفايرال انفكشنز اللي انتوا خدتوه. احنا عارفين كويس قوي ان انا ممنوع كونترا انديكيتد ان انا ادي عيان عنده فايرال انفكشن ادي له كورتيكوسترويد في حاله ما عدا حاله اللي احنا هناخدها الانفكشن كورتيكوسترويد وحاله خدتوها قبل كده اللي هي هيربس زوستر. خلاص العيان ده طبعا بيبقى عنده ايه اوسيليشنز وبليدنج لان ايه البليتلت قليل. طيب الدايجنوستس بتاعي مش احنا قلنا ان في مش احنا قلنا ان الشتامبر فيروس ده راح قعد فين في البيليوسايت خليتها معيبه ازاي طلعت لي اتيروفيلك اتيروفيلك ايه انت ما تسمعش اتيروفيلك اتيروفيل انتوا. طيب ومين اللي مسؤول ان يتعرف على التي ليمفوسايت؟ التي ليمفوسايت بقى التيبيكال ليمفوسايت بيقول لك ان في 10% من الليمفوسايت دول اتيبيكال. خلاص 10% من الليمفوسايت دي اتيبيكال يبقى دي احد الدايجنوستس بتاع انفكشن مونيكلوس. حاجه ثانيه اسمها التيروفيل انتي بودي اللي بتطلع منين؟ بالبي سيلز من بي ليمفوسايت. في حاجه اسمها بول بانل تيست وفي حاجه اسمها مونو سبوت تيست. بعمل ايه؟ اجريجيشن اوف شيب ار بي سي. اجيب البول بانل تيست ده لو حصل له اجريجيشن مع شيب ار بي سي لانه شبه الفيروس. هو شبه الفيروس الشيب ار بي سي دي شبه الفيروس. فلما اجي احط اعمل بول بانل تيست ده اخد العينه مع شيب ار بي سي يبقى الانتيجين والانتي بودي موجودين. لو حصل الاثنين مسكوا في بعض كده عمل اجريجيشن يبقى ده بوست. ما عملش اجريديشن يبقى ده نيجاتيف. البول بانل تيست ده اجريديشن اوف شيب ار بي سي. المونو سبوت ده اجريديشن اوف هورس ار بي سي. خلاص فهمنا. بيقول لك هتيجي تديله في الانتي بودي ديفلوب 1 تو 2 ويكس اوف ذا ديزيز اند ديسابير افتر 3 6 مانث. يعني بعد ما العيان يتعدي ياخد 1 تو 2 ويكس من الديزيز الاقي فيه كتير في الانتي بودي ويفضل قاعد من 3 ل 6 ايه شهور. تمام. طيب اخر حاجه ان انا بقى ايه سيريولوجيكلي اكشف على الابشتار بار فيروس انتي بوديز. جسمي هيطلع انتي بوديز ضد الابشتار بار فيروس اكشف انا بقى على الانتي بوديز دي. لو موجوده يبقى الراجل ده فعلا عنده ابشتاين بار فيروس. ماشي. بعد 3-6 شهور دول بتتكسر يعني ولا هو المفروض ان هو سيلف ليميتنج يعني هو بعد 6 شهور ده العيان بيتعامل لوحده بقى. هنقول دلوقتي التريتمنت بتاعه ايه يعني انا ما بديلوش علاج قوي. انا بقول اي معظم الفيروس انفكشن زي ما احنا نتكلم في الكورونا والكلام ده معظم الفيروس انفكشن ملهاش علاج. بيتغير بسرعه ملهاش علاج. هو الفكره ايه بقى ان هو قلت لك بيعتمد البروجنوستس على ايه؟ على حاله المريض. افرض العيان ده فيه كومبرومايز يبقى يجي شويه برد خلاص وعادي. تمام. افرض العيان ده صحته كويسه
كويسه، يبقى هياخد له اسبوع بتاع ويفك وبدرسته شويه سخونيه وبيديله فلويدز وانرجيتكس وهيقوم بالسلام. خلاص الحوار اللي حاصل ده الحقيقه يعني انا حاسه ان هو بوليتكس يعني مين هو تمام، لان هو نوع من انواع الفيروس بس المورتاليتي ريت بتاعته قليله جدا بالنسبه للانفلونزا الموسميه مثلا. تمام. طيب يبقى ادي عيان عنده فايرال انفكشن، هنعمل ايه؟ تعالى حل اقعد بقى بدرس المرض ده جاي منين من الممثلين اللي هو ميكي. ميكي صح. ميكي مش ميكي كان يجي يقول لك لما تفتح البيت كده يقول لك انا ما كنتش عارف ابلع بق ميه ليه؟ كان عنده سور ثروت وريجنال لينفيدينوباثي. يقول لك حصل لي انتفاخ، الانتفاخ ده جاي منين؟ سبلينو ميجالي. تمام. يقعد بقى هو قاعد كده في المستشفى 6 شهور كده لحد ما يبان له ايه صح، يقوم بقى ايه بعد كده يبقى كويس لوحده. خلاص يبقى احنا هعمل سيمتوماتيك تريتمنت، نام في السرير كويس، خد فلويد كويس، عندك حراره خد انتي بايريتك وموضوع خد انرجيتك، وهناخد لك عشان السور ثروت ده تاخد فلاجيل وشويه انتي سيبتك مرفوش، وفي حاله اللارينجل دي قلنا ان دي سيستميك. تمام. طب لوكيميا، لوكيميا طبعا من الامراض شفتوا فين المسلسل بتاع علاقة الدنيا ده؟ صح. كانت هند صبري. هند صبري وظافر عبد. عايزين كلكم شفتوا طبعا البنات دي، ما شفتوش؟ لا انا شفت هم البنات شفناها. ايه بقى اللوكيميا دي؟ ايه عباره عن ايه اللوكيميا دي؟ يعني ايه اللوكيميا؟ بلاد كانسر. كانسر صح. طيب الكانسر ده طبيعته ايه؟ اي كانسر معناه ايه اللي بيحصل؟ يعني الخلايا بتتكسر زياده عن اللازم، الديفيجن اللي يحصل لها السيلز اللي يحصل لها ديفيجن زياده عن اللازم دي تؤدي الى ايه؟ تبقى اب نورمال. السيلز اللي انقسمت دي تبقى نون فانكشنينج وكمان تعمل انفيجن لاذر اورجنز. تمام؟ طيب يبقى احنا في حاله اللوكيميا دول مين السيلز اللي بتنقسم؟ الوايت بلاد سيلز. احنا بنتكلم في الوايت بلاد سيلز ديسوردرز صح؟ يبقى خلايا الوايت بلاد سيلز هي اللي بتنقسم، يبقى هي عباره عن نيوبلاستيك بروليفيريشن او وايت بلاد سيلز. على حسب نوع بقى الوايت بلاد سيلز اللي انقسمت بنسميها نوع الليوكيميا معين، سواء مونوسايت ليوكوسايت نيوتروفيل، والنيوتروفيل بنسميها مايلويد. خلاص؟ على حسب النوع بسمي ايه؟ اللوكيميا. طيب هي بتنقسم وتبقى ماتيور ولا ايه ماتيور؟ ايه ماتيور؟ نون فانكشننج بقى. يبقى البون مارو هو المصنع بتاعنا، مش هو المصنع؟ نعتبر ان المصنع ده عباره عن ازازه كبيره كده. خلاص؟ لو انا فيهم ايه الازازه دي؟ فيها ايه؟ كل الفايروسات والار بي سيز والبليتلتس. بليتلتس بلازما. طيب لو انا في الوايت بلاد سيلز دي خليت الخلايا تنقسم زياده عن اللازم وكترت في العدد، يبقى هي كترت على حساب مين؟ الريد الار بي سيز والبليتلتس. صحيح. يبقى العيان اللي عنده لوكيميا انيميا ممكن يبقى يعاني من ايه؟ انيميا. عنده انيميا بليدنج. عنده بليدنج لايف من الانفكشن، لان الخلايا اصلا ايه ماتيور صح. يبقى العيان ده مشكلته معايا ان هو بيبقى داخل في انيميا مشاكل من البون مارو، ان حصل ان الوايت بلاد سيلز انقسمت بصوره كبيره على حساب بقيه الخلايا. فالعيان ده من اول المشاكل اللي هتقابلني ان هو عنده ثرومبوسايتوبينيا، يعني بليتلت مالها قليله، وعنده انيميا عشان ايه اللي قال؟ ار بي سيز. ار بي سيز. وعنده نيتروبينيا او الانفكشن هو بتاز نون فانكشن، يبقى لازم يحصل له انفكشن. طيب قسمناهم ازاي بقى؟ قسمنا اللوكيميا دي، عملوا لها كلاسيفيكيشن، ثلاثه كلاسيفيكيشن. اول حاجه يا اما اكيوت يا اما كرونيك. اما اكيوت يا اما كرونيك. اكيوت ده ما بنلحقوش، بنودعه بسرعه. تمام؟ يجي يعني ايه يانج ادلت كده وبتاع، وتلاقي الموضوع ما خدش 6 شهور والراجل مات. تمام؟ طيب يا اما كرونيك ده ممكن يقعد ايه؟ عشرات السنين، 10 سنين اكتر الكلام ده. خلاص؟ وفي حالات بيحصل لها ريزوليوشن بس بتبقى يعني مش هقول عددها قليل، لا من ضمن الحاجات اللي بيحصل لها يعني ريزوليوشن من ضمنهم اللوكيميا. من ضمنهم اللوكيميا. طيب اكوردنج تو مش كل الحالات طبعا، مش كل الحالات طبعا، على حسب نوعها وعلى حسب هي اكيوت ولا كرونيك، يعني في حاجات كتير بتعتمد على الموضوع ده. اكوردنج تو انديفيدوال سيل تايب، لو الهيماتيور سيلز اللي انقسمت دي هي نيتروفيلز اسميها مايلويد لوكيميا، لو ليمفوسايت يبقى ليمفوسايتك لوكيميا، لو مونوسايت مونوسايت دي اللي هي ايه؟ ماكروفاج. في التيشو تبقى اسمها ايه؟ ماكروفاج. في البلاد مونوسايت. طيب اكوردنج تو ذا نمبر اوف سي
ركز مع بعض. طيب انا عشان اقول ان الراجل ده كده مش شبه النيوكيميا يبقى لازم ابص على حاجتين، على البولمر اللي هو المصنع، والمصنع ده هيودي مين؟ البريفرنس سيركيوليشن صح؟ طيب لو انا لقيت ان المصنع ده فيه فعلا اما تيوب وايت بلاد سيلز كتيره تمام وانقسمت بصوره كبيره وكراودد في البولمر بس اروح على البريفرنس سيركيوليشن ما الاقيش، ايه الماتيريال؟ يبقى دي اسمها ايه؟ الوكيميا. الاقي فين؟ الاقي فين؟ نيتروفيلز اللي هي نيتروفيلز حاجه اسمها فيلادلفيا كروموسوم، حصل جيناني جيناتيك ميوتيشن ترانسلوكيشن من الجيناتيك ماتيريالز على الكروموسوم 22 للكروموسوم 9، خدنا من ده حطينا في ده، فالكروموسوم ده سميناه فيلادلفيا كروموسوم. يحصل جيناتيك ميوتيشن من ايه ازاي مش عارفين، هو حصل جيناتيك ميوتيشن. تاني حاجه انفيرمنتال فاكتورز، عيان اتعرض للراديشن، عيان اتعرض لانفكشن كبير جدا، عيان خد دراجز زي سايتوكسيك دراجز، خلاص ممكن تبقى السايد افكت بتاعه نضرب البون مارو بالايه؟ اديني ساينز وسيمتومز اوف لوكيميا. اخر حاجه الفايرال فاكتورز، قالوا اكتشفوا انه في فيروس مسبب للوكيميا، الهيومن تي لوكيميا فيروس. خلاص؟ طيب هنقارن بقى بين الاكيوت لوكيميا والكرونيك لوكيميا. الاكيوت لوكيميا قلنا العيان ده ايه؟ بيودع بدري. طيب العيان الثاني كرونيك لوكيميا ده بيقعد up to 10 years. الاكيوت لوكيميا بيجي للشيلدرن ويانج ادلت، دول بيجوا للاوردر او الادلت ايج. طيب العيان بتاع الاكيوت ده اللي بيحس بالبرودروم في بر وماليز وما اعرفش ايه الكلام ده. العيان بتاع الكرونيك ده ممكن يبقى عايش عادي كده ويروح يعمل روتين اكزاميشن يلاقي ان هو عنده مشاكل في الوايت بلاد سيلز. خلاص؟ الاثنين فيهم ساينز اوف انيميا طبعا، ومينلي فيهم ساينز اوف ريكارنت انفكشن وثرومبوسايتوبينيا برضه موجودين في الاثنين، بس الريكارنت انفكشن بيبقى ايه اسرع وباين قوي في الحاله بتاعت ايه بتاعت الاكيوت. طيب السيلولر انفلتريشن، طبيعي جدا العيان بتاع الاكيوت ده لحق يحصل له سيلولر انفلتريشن ولا ما لحقش؟ ما لحقش خلاص، لكن انا باقي المشاكل بتاعت السيلولر انفلتريشن دي في الحالات بتاعت الكرونيك، يضرب له بقى اللنج والكدني والليفر والسي ال اس، يعني العيان بيبقى عنده مشاكل كده ايه كوكتيل مشاكل. طيب البلاد كاونت زي ما احنا قلنا الار بي اس قليله والبيتس قليله والبلايد سيلز على حسب النوع بتاعها هي اللي كتير. البون مارو اسبيريت هلاقي طبعا هاي برسنتج اوف ايماتيور سيلز في الاثنين موجودين، بلاقي هنا وبلاقي هنا، والبريفيرال بلاد فيلم برده بلاقي ايماتيور سيلز. الفيلادلفيا كروموسوم بيبقى موجود اكتر في حالات الايه؟ الكرونيك. طيب الاورال مانيفستيشن بتاعت اللوكيميا ايه بقى حكايه الاورال مانيفستيشن؟ الحاجات بقى اللي انا ايه؟ هشوف ان العيان ده عنده لوكيميا. جنجبال انلارجمنت. لسه. وده طبعا سؤال يعني من الاسئله المهمه جدا. طيب العيان ده احنا قلنا هيبقى عنده ثلاث مشاكل اللي هي ناتجه عن البون مارو ديبريشن. او على نرجع عن ان حصل انكريز في الوايت بلاد سيلز على حساب بقيه الخلايا الثانيه، فلاقي عندي بقى عنده انيميا، فلاقي عنده ايه المانيفيستيشن بتاع الانيميا، يبقى عنده بيرنسيشن، يبقى عنده ارتري اوف تاور، يبقى اي مسار الانيميا هلاقيه. طيب ثرومبوسايتوبينيا يبقى عنده مشاكل البليدنج وبليكيا وكايوزز والكلام ده. نيوتروبينيا انفكشن. طيب طب مانيفيستيشن ديو تو انفلتريشن اوف ايماتيور سيلز، طب كل اورجان بقى حته بقى هنروح على الليف نودز نعمل ايه؟ ليمفادينوبتي. خلاص هنروح على الليف نودز نعمل ليمفادينوبتي، هنروح على الجينجيفا نعمل جينجيفا اللارج، هنروح على السليتري جلاندز تبقى ايه اللارج، ولما تبقى اللارج تبقى نون فانكشن. هنروح على التيف ويبقى العيان ده عنده حاجه اسمها اودونتالجيا، يعني بين وداوت ديفينيتيف كوز، لانه بيروح على البالب الميدي بالب اكسس والكلام ده، يبقى العيان انا ببص اعمل اكزامينشن عنده بين في التيث وانا
مش لاقي لوكال فاكتورز ابتدي ادور ايه اللي ممكن يبيع لي الاودونتولوجي. في حاجات كتير قوي كسيستميك ديزيز بتعمل اودونتولوجي, من ضمنها اللوكيميا مثلا, بسيط كمان الهايبرتنشن. الهايبرتنشن ده ممكن يعمل برده اودونتولوجي. طيب التونسلز برده هلاقي التونسلز حصل انفلتريشن من الوايت بلاد سيلز والاقيها كبيره واللارجد وشبه لما يكون عنده تونسلايتس. فيف كرينيال نيرف يعمل لي يروح على الرايح على الفيف كرينيال نيرف يعمل لي تراجيمال نيرالجيا, ويروح على السيفن كرينيال نيرف يعمل لي فيشيال بولس. تمام. manifestation due to impaired function of neutrophils. neutrophils كتيرة بس non function. يعمل ايه؟ neutrophils دي خط الدفاع الاول against اي infection. طيب بايظة عندي فالعيان ده طيب يحصل له infection. طيب من ضمن ال signs of infection هي الالسريشنز. طب الالسريشن هنا شكلها عامل ازاي؟ مش surrounded بهالو, not surrounded by inflammatory halo. ليه؟ عشان ما اشتغلتش الانفلاماتري هالو دي تحت الخناقة بين neutrophils وبين ايه؟ البكتيريا infection او infection الموجود. انا ما عنديش خناقة خلاص, يبقى انا عندي انسر نوت سراوندد باي انفلاماتوري هالو الريجولر وديب ولارج وفول اودر. ليه؟ نتيجه ان انا انفكشن من ديوز سبايرميتر سوبر انفكشن. خلاص. طبعا من ضمن الكريستيك انفكشن هي الفانجل انفكشن, ما هو عرضه لاي انفكشن بقى. تمام. طيب مانيفيستيشن ديو تو كيموثيرابي, ما هو العيان كمان ابتدى ياخد بقى علاج كيموثيرابي والكيموثيرابي ده ليه سايد افكتس. الكيموثيرابي بيعمل ايه؟ اي سيل بيحصل لها ديفيجن او قفل سليمه او غير سليمه, اي سيل بيحصل لها ديفيجن بيوقف من ضمنهم البيكوز سيلز هيعمل لي الستريشن. كمان ان ده افكت عن طريق البون مارو سبريشن, انا بنزل كل حاجه, بنزل الار بي سي والبليتلتس وكل حاجه بنزلها تعمل طبعا مانفيستيشن كبير. طيب بيقول لك ان هنا الجينجيفال بليدنج ده ساعات بيجي لكم اسئله, ايه السؤال مثلا ايه هي الاورال مانفيستيشن بتاعه اللوكيميا, او اجي اقول لك كومبليت الجينجيفال بليدنج از ديو تو كذا, جينجيفال انلارجمنت از ديو تو كذا. تمام. طيب الجينجيفال بليدنج احنا قلنا اول حاجه ثرومبوسايتوبينيا والانفلتريشن للسيلز للمين للليفر, مش احنا قلنا من الكومبليكيشن بتاع الكرونيك ان بيحصل انفلتريشن لسام اورجنز من ضمنهم الليفر. الليفر ده مصنع ايه؟ كلوتينج فاكتور. ضربنا الكلوتينج فاكتور عند عرضه يحصل له بليدنج مع انه عنده ثرومبوسايتوبينيا البليتلت قليله يحصل له بليدنج. حاجه كمان بيحصل حاجه دايما لما يعني بيحصل لخبطه كده في السيستم بتاع الجسم بيحصل حاجه اسمها ديستن. صحيح اللي جنبك ده ايه؟ ديسونيتد انتروفاسكولار. ايه صوت المسلي بتطول كده مع بعض. طيب جنجبر اللارجمنت ده جاي منين. تمام. طيب ده المنظر.
تمام. مش هقول ان ده لوكال فاكتور بس، استحاله المنظر ده ما يدينيش ان العيان عشان عنده شويه كالكولس عملوا له كده. لازم يبقى في ايشو ثاني حاجه في السيستم. تمام الحمد لله. طيب يبقى عرفنا ايه الصبي لما كانت بتشرب كوبايه الميه والنقطتين نزلوا في الكوبايه اللي كان نتيجه ايه؟ اه بليد. ما هو الثرومبوسايتوبينيا وال ثرومبوسايتوبينيا تمام. ممكن كمان ال ممكن لو في دي اي سي مثلا او حاجه دي اي سي يس. يبقى عرفنا انها لما اول ساين كده جت بشمع النقطتين دم في مناخيرها استاكسس. احنا بنتكلم كنا بوينت اوف فيو من الاورال انستيشن ان هي عقده يحصل لها بليدنج من اي حته ثانيه. اه تمام. ده المانجمنت اوف لوكيميك بيشنتس. طيب انا الحاجات اللي بتواجهني ان انا خايف من العيان ده ينزف مني لو عملت اي حاجه، خايف يحصل له بليدنج، خايف يحصل له انفكشن، خايف من الكومبليكيشن اللي هو لما يعمل بون مارو ترانسبلانتيشن يديها مشاكل اخرى ثانيه خالص، جراف فيرسس بوست ديزيز. عارفين جراف يحصل له مشاكل كومبليكيشنز كتير جدا. في حاجه اكوت جراف فيرسس بوست ديزيز وفي كرونيك. ممكن عيان يبقى عامل زي الايه، زي كانك حاطه كده قدام سكين من السخونه يبقى عامل حلو كله كده. تمام. يبقى ده كومبليكيشن من جراف فيرسس بوست ديزيز. خلاص. العيان ده كمان يبقى عنده مشاكل في الديسيمينيتد انتراباسيك كواجيليشن، صح؟ عنده جمطات كتير وعرضه يحصل له بليدنج. طيب عرفنا بقى ايه المشاكل بتاعته، وعنده طبعا سيفير انيميا والكلام ده. طيب هنعمل معاه ايه؟ انا في العيان بتاع اللوكيميا لازم اعمله بكونزرفاتيف تريتمنت. ما اجيش بقى ايه ده، ده انت عندك هنا ثلاثه امبلانت عايزين يتعملوا، مش عايز التصوير. عندك هنا ثلاثه امبلانت عايزين يتعملوا، والراجل يقول لك انا عايز اركب، وفي هنعمل اكستراكشن لور ايد بقى عشان طلع ليزيون ايربتد. تمام. لا العيان ده انا ما بعملوش حاجه غير ان انا بعمله كونزرفاتيف تريتمنت. ايه بقى كونزرفاتيف تريتمنت؟ ايه؟ عندك انفكشن انتي بايوتيك، عندك فايرال انفكشن انتي بايوتيك. تمام. عندك اي مشاكل نعمل اورال هايجين ميجرز وناخد بالنا من الاورال هايجين. تمام. عندك فانجل انفكشن انتي فانج. خلاص ده العيان مينلي في اللوكيميا. طيب العيان الاكيوت، العيان الاكيوت ده اللي هو ما بيتهش ده، ده طبعا هنعمل كونزرفاتيف تريتمنت، ولو في حاجه ايمرجنسي يعني نفتح بالم اكسس هنعمل ايه هوسبيتاليزيشن على المستشفى بقى ايه، ونبقى مع بعض كلنا كده بقى ايه الستاف كله قاعد معانا عشان لو مات ما تنبسط. خلاص. طيب العيان بقى لو هو كرونيك، العيان ده بيجيله اوقات يبقى كويس معقول يعني، ويبقى مش كويس، فانا احاول اعالجه في الوقت اللي هو كويس، وبرده ببقى كونزرفاتيف، برده ببقى كونزرفاتيف، بس ممكن اعالجه لو هو حالته يعني معقوله. لو هو حالته ممكن اعالجه، بس ايه اخد بالي من ايه؟ ان انا طبعا اعمل له شويه لاب انفستيجيشن، اتاكد ان البليتيت ليفل مظبوط، اتاكد ان الكلوتنج فاكتورز كويسه، البليدنج تايم معقول. طيب ولو حصل له بليدنج معقول وانا شغاله ومطمنه من اللاب انفستيجيشن بتاعتي، احط له بقى اللوكال هيموستاتيك ميجرز، فايبرين بوم، ثرومبين، سوتشرينج، يعني ان انا احاول ايه كنترول البليدنج بتاعه. تمام؟ عرفنا؟ ايه قولي لي يا سيدي؟ فيتامين كي بيبقى فيه كربول كده، ممكن فيتامين كي تفتحيها وتحطيها على بتاع يعني ممكن. طب اسبرين شود بي افويدد، العيان ده مش ناقص صح؟ العيان ده عنده مشاكل في البليكلت اصلا، فما حاول لما اجي اكتب له بريسكربشن ما ادلوش حاجه فيها انتي بايوتيك. وطبعا بما ان الراجل ده عنده مشاكل في الليفر، يعني ان انا اشوف الادويه اللي يحصل لها متورس في الليفر وابعد عنها. تمام؟ طيب هنسال يا دكتور، مشكله ممكن يبقى برده في انفيجن للكيدني وبقيه الاورجنز كلها؟ اه فكده برضو ما ادلوش حاجه بقى لكدني. بقى ايه اللي هو اقل سايد يعني؟ اكيد الباراسيتامول لو العيان عنده طبعا مشاكل، الانتي بايوتيك الاموكسيسيلين. ما انا بقول لك احنا كنا بنديله حاجات سيمتوماتيك. عنده انفكشن نحاول نعالج الانفكشن، اورال هايجين ماشي، كلوريكسيدين مضمضي، كلوريكسيدين انتي فايرال انتي فانجل، بنحاول ان احنا نبقى كونزرفاتيف. تمام. ما نفتحش في شغل مع العيان ده، العيان ده ما ينفعش تلاقيه معاه شغل. تمام. طيب انفكشن مونوكليوزز يلا عشان نحل.